فالمستثمر موجود لكي يخلق الثروة ويخلق مناصب الشغل، وبالتالي فهو عامل أساسي بالنسبة للاقتصاد وتنمية الاقتصاد الوطني. ويجب كذلك تفعيل كل الآليات الموجودة من هياكل، خاصة بالنسبة للمقاربة. المقاربة لازم تتغير. تسيير الشأن الاقتصادي لا يجب أن يتم بالمقاربة الإدارية، فمن هنا فصاعدا تسيير الشأن الاقتصادي يتم بمقاربة اقتصادية. والجزائر الحمد لله تتوفر على منشآت كثيرة ومنشآت استثمرت فيها الدولة المال كثير ولم تستغل بالصفة التي كان يجب علينا أن نستغله، وبالتالي حان الوقت إن شاء الله لإعطائها هذا الدفع القوي. والدولة لم تبخل يوما في مرافقة المستثمرين، فإلى غاية اليوم بلغ مثلا إنفاق الضريبي 443 مليار دينار جزائري في سنة 2020.